السلام عليكم اخونا عبد المعز من اهلنا من العقبه. عبد المعز ابو صباح، بفضل الله عز وجل اليوم زارنا بعد اسبوع من عمليه التكميم. بدنا نسمع رايه، شو رايك في العمليه عبد؟ ما شاء الله تبارك الله، عملية ممتازة، الحمد لله، عملية رائعة، من فضل الله، من دكتور محترف، الله يكرمك مش يا رب. مجاملة. الله يحفظك. المثل بقول لك حتى اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، لا اسألوني أنا المجرب. يعني من فضل الله ما شاء الله. قديش كان وزنك قبل العملية؟ كان قبل العملية 164 ما شاء الله، واليوم توزنت لقيت حالي 154 ما شاء الله، يعني 10 كيلو خلال أسبوع. نعم مرتاح، ما في ألم، ما في مراجع، ما في أي شيء، بالعكس، ولا حتى إحساس بالجوع. يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد، الله يحفظك. إن شاء الله لنا لقاء آخر بعد سنة نشوف كيف نصير مع عبد إن شاء الله. إن شاء الله، إن شاء الله. شكرا لك يا دكتور. شكرا.